شركة خميس لها يقولها وزيرة حكومة فدرالك سوماليا يا مانتا وحالة وزيرة حسابيها جود دولة يصيدوا كالي شيشي ودحية ودمدا سوماليا يقدر وركن فبينتي سواح مجالا مقدشي نقص ودريبري هي محمد شيخ شركة تضب الله يقولها وزيرة حكومة فدرالك سوماليا وقدوميني رجل زارة كحين كأهنا كسمها رجل زارة مدان صالح أحمد جامع يا لوانسيحي مقاوستا حسابيها جود دولة iyo heshiis iskaashi ay wada gareen Soomaaliya iyo Qatar golaha wasiirada ayaa ansixiyay soo jeedinta wasaaradda maaliyadda ee magacaabista xisaabiyaha guud ee dawladda kaas oo loo magacaabay Cabdiraxmaan Maxamed Anas oo la sheegay in uu leeyahay khibrad dhanka maamulka iyo maaliyadda golaha ayaa ansixiyay heshiis iskaashi maamul wadaag oo ku saabsan dhaqangelinta sharciga canshuuraha kastamada Soomaaliya iyo Qatar soo jeedin ku saabsan ku biirista aagga ganacsiga xorta ee dalalka carabeed iyo heshiiska isafgarad ee iskaashiga arrimaha cadaaladda iyo dastuurka Soomaaliya iyo Qatar وزارد أمنيك جدها يقشعرق أي وربحين كسي قلها هالقرض لو عرب تريو على الشباب يحسرين تدق أنا ذل حريجي وحنو قلوه بقادي قلها أي عيد ماذا كجارين هالقل كاسي قلها أي وربحين لحرير تحالة ضدك الصومالية كنول ضلك السودان كل جست جدك جرمت كي سعلين تمواطنين تصومالية كوجا صن علاده كتاعن ضلك السودان محمد شيخ عبدي صومالي كابل تي في مقالة مقدش